اسمي غباب عبيد، بيزنس ديفلوبمنت مانجر في سيكلوتك. المصنع دوت معمول علشان ينتج معدات لمحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، محطات معالجة المية بوكان عام في مصر. احنا لغاية دلوقتي انتهينا من التصميم والموافقة عليه، ودلوقتي احنا في الأعمال الترابية اللي موجودة للمصنع. البلان بتاعه ان هو ان شاء الله على نهاية السنة يكون ابتدى انتاج. هو مش هيشتغل بس لمصر، هو الفكرة ان هو يشتغل لأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.